اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع كابتن منة الهجراسي نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر في الغطس سابقا طبعا ومديره اكاديميات في الفروع كلها للغطس. اجيلك بقى في موضوع الفن. أيوة. طبعا بابا الفنان القدير طبعا نبيل الهجراسي ربنا يرحمه، ما شدكيش للفن ليه؟ مرضيش خالص يعني. لا هو وجهنا من واحنا صغيرين للرياضه، يعني قال انتوا هتلعبوا رياضه، محدش هيخش الفن خالص. حاولوا معايا والله كتير، ان رحت معاه مره مهرجان السينما وكل الناس سعيد صالح وحسين فهمي وكل الناس شافوني معاه قالوا له ايه ده انت ليه ما تخلاش تمثل؟ قال لهم لا دي بطله مصر في الغطس. ما بس حضرتك قلتي لي اسامي ممثلين اغلبهم زملكاويه. اما يعني دول اللي اتكلموا معاه ومخرجين وكده شافوه قالوا له يعني خليها تمثل. رفض. انت كان عندك الرغبه؟ لا ما بعرفش امثل، بس هو اخويا الاصغر مني عنده الموهبه وبيمثل ومثل حاجات كتير، ده اللي عنده فعلا الموهبه يعني من زمان حابب الموضوع بيمثل وهو صغير، لكن انا ما فيش لا ما حسيتش خالص يعني ما كانش في رغبه. كنت رياضيه اكتر، مركزه في الرياضه اكتر. طب وهو يعني حتى اخوك الصغير ما دخلش برضه الفن؟ لا نور مثل وهو صغير ومثل حاجات كتير وهو كبير، عمل سيت كوم كده وبتاع، بس هو مركز اكتر في شغله وسافر دبي بيشتغل هناك كده، فبياخد كورسز وحاجات. التمثيل هوايه جنب شغله. صحيح. طب لسه ما خدوش سيريس. خلينا